بنات السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتوما على خير. غادي نوريكم واحد الطريقه نديرها انا الربيع والنعناع كاع اي عشبه تكون عندك في حال هكايا. يلا كي تجيبيها من السوق تكون ناشفه من الماء، تكون ناشفه من الماء بحال هكا. تناخدوها تنحيدو لهم هادو ما تلوحوهمش، نخليهم. دابا نوريكم طريقه اخرى كيفاش نديروهم. هذا عندي انا كرافس، هذا المعدنوس، ضروري خصهم يتحيدو هادو. هذا قزبر تخليهم بهاد الربطه ديالتهم. خاصكم تشوفوا فيهم بحال هكا، لا تكون شي حاجه صفراء ولا شنو، حيدوها. هذا يلا كيجبدوا من السوق مزيان بحال هكا، هي هذه اللي تكون شي هاك شي حاجه حيدوها، ما تغسلوش نهائيا. لا غسلتو غادي يخسر، تخليوه بحال هكا محزوم. تناخدو واحد القراعي، هادو تشوفوا معايا كاينين هنا قراعي ديال الماء، ناخدوهم بحال هكا القراعي ديال الماء، تناخدوهم هكذا ونديرو فيهم واحد بحال هكا، نحاولو نقطعو هكا نيشان هك. فيكم تخليهم بالغلاقة ديالهم. ناخدو مثلا هاد القرعة هادي نديرو فيها الكرافس، الا كان شي واحد كيساعدكم احسن، لا ما كان حتى واحد ديروا في حالي بحال هكا شويه كتحسوا هادي عاد ولي ديروا لها الاخرين هاك. انا غير بوحدك تصايبيها من هذه الربطه الاولى ديال الكرافس. ها هو عطينا الربطه الثانيه، كل قرعه تقدر تهزلي لكم جوج على حسب الكميه اللي شريتي. بقيت تبغي سميتو ديريه طري السمن ديال الموج ميتي كحال، ما تبقاش في لونو، ما تبقاش حتى الريحه ديالتو. غنديرو عاوتاني هادي، نديروها للمعدنوس، ديرو حتى المعدنوس والقزبر ماشي مشكل. تبقى مدة حتى 12 يوم مثلا، من السوق الاسبوعي حتى السوق الاخر. عاوتاني تناخدو حتى النعناع، ماشي غير سميتو، حتى النعناع حتى هو تناخدوه بحال هاك. نعناع صافي نحيدو هادو، ناخد متوصلوهاش لهنا، متوصلو حدا هنايا، ويكون ضروري تكون عندهم هاد الغلاقة. متيصفر ما والو، تبقى بحال هكا كمليه وما غاديش يخسر. انا هاد الطريقه دائما نديرها للربيع، غير ما تغسلوهش بالماء. من بعد ناخذ واحد السكوتش، انا لقيت هذا اللي عندي موجود، ثم اللي عندكم السكوتش الابيض
تحاولي تشدو هادي تجبدو طري تديرو الشلاضة تديرو الحريرة نيت الحريرة تتبغي نخليو دابا هادو هنايا من بعد هذا هو غادي ناخدو هاد الاخر غادي ندير لكم طريقة واحدة اخرى كيفاش نستعملوه تنقيوه غادي نكمل هذا نقيه ونقادو ونديرو في الماء باش يتغسل ونغسلو مزيان ما تبقى فيه لا داك وتنعصر عليه متين نغسلو ثلاثه د الغسلات تنعصر عليه شويه ديال الحامض او شويه ديال الخل وتنخليه مده واحد ثلاثه دقائق هكاك في داك الخل وداك هذا ونولي نعاود نغسلو غسله ولا جوج وتنديرو ينشف انا غادي نكمل معكم المراحل الاخرى بعد ما نغسلو البنات ها هو داك العويدات اللي قلت لكم قبيله كنت نحيد تندير هنا درت هنايا ثلاثه ديال الضريسات ديال الثومه وها الرابعه من بعد ناخذ هاد العواد اللي كنا قصصت قبيله هادو غسلتهم مزيان وتنقصوهم بحال هكا اليوم غندير لكم كلشي ندير لكم الربيع اللي تخبط القراعين والربيع اللي تيدير في المجمد وكلش تناخدو هذا الطراد تندير فيه هذا الشيء هذا هاك هاد العواد كاع ما تيتلاحو نار حتى حاجه ما تلوحها ناخذ هذه الكميه تبقاو نتوما ديروا الكميه اللي درتو طحنوا عاود ولا عاود رجعوا ديروها انا دابا درت معكم هنا درت 4 الدروس ديال الثومه غندير لكم قد هذا الكاس هذا الكاس راه صغير ها انت قداش اولا نص كاس ديال زيت الزيتون تجي زوين هذا انتو الكاس صغير ولا نص كاس ديال حياتي وسندير واحد عصير ديال نص حامضة عندها هاد الحامضة بلدية صغيرة ندير هاد شوية غنطحن هاد الشي في المونيس ونعاود نرجع معكم نوريك كيف جا والساعه اللي تتكونوا تطحنوه نتوما تطحنوه نتوما تتحركوا بهذا بحال هكا يبقى هكا تطحنوا هاد العواد راهي العواد هادو اللي كنت قصصت ها هو بعد ما طحنتو هكا تيجي تكون نتوما تطحنوا رانا مازال باقي عندي فيه شي حاجه نتوما طحنوه مزيان حدكم نتوما تطحنوا نتوما تسكتوا الماكينه وتهبطوا هاد الشيء هكايا هادشي باش يطحن تديروا غير كميه قليله تتبقاو كل ساعه تزيدوا شويه بشويه من بعد هادو هما غادي ناخذوا هاد الشيء اللي كاين هنا وغنديروه في هادو ديال الثلج نعب هكايا نعملهم هاك هادو
الا كنتو غديروا الشرموله ديال الحوت ولا شي حاجه ومزروبين، غادي ندير لكم طريقه واحده اخرى ديال الشرموله ديال الحوت، غير هادو هما باش ما يدعوناش هاد العويدات. هاد العويدات ماشي تنستعملوهم غير لهاد الطريقه هادي، حتى طريقه واحده اخرى تاني تنديرها بها. تناخدو غير زيت العود بلا تومه بلا والو، وتنديروهم في المجمد، وتنديروهم عود ثاني ماسك بحال هكا تتكوني داخله من الحراره ولا شي حاجه هكا في نقاط الصهد، تتاخدي داك دوك الحجيرات اللي تيكونوا هكا متلجين، تتبقاي دوزيهم على الوجه ديالك حتى هما تيجيو زوينين. عاوتاني هاد العويدات هادو تنديروهم تطحنوهم، وتتبقى ديريهم توصلي بهم وجهك، ولا تديريهم في واحد البخاخ، تديريهم في واحد البخاخ وتتبقى ترشيهم على وجهك هكا تاني، حتى شي حاجه ما تضيع. كاين اللي تيجي تيلوح الربيع النص ديالو تيلوحو، دابا شويه راه اللي تيبيعوا هذا الشيء ديال المعدنوس والقزبر والكرافس غيوليو يبيعوا لنا يقرب رمضان، غيبقاو يبيعوا لنا بحال اللي تيبيعوا لنا الزعفران الحر، ولكن حنا نديرو حيال، نديرو كيفاش المهم هذه الطريقه بحال هاك. نوريكم بيد ما نكمل انا هذا الشيء، باقي عندي الكميه الاخرى باقي ما طحنتها، غادي نوريكم هذه هكايا. غادي غنديروهم نغطيوهم بواحد البلاستيكه بحال هاك، تنغطوها بواحد البلاستيكه واحد ديال سميتو، وتنخشوها في الفريغو، تنخلوها حتى تتجمد. من بعد ما تتجمد تنحيدوها من هاد القالب هذا، وتنديروها في واحد الشاشيه وتنخبيوها. فاش تنبغيو نديرو الشرموله للحوت اولا غادي نديرو الدجاج اولا شي حاجه، تنجبدو هاد المكعب وتنضيفو عليه داك الربيع الاخر اللي باقي طري، وهذه هي العمليه. الاخر الربيع الاخر راه مازال، غنوريه لكم، راه مازال عندي انا دايره في الفوطه، هو كل مره تنشفو، باقي فيه شويه ديال الماء، هو خاصو يبات. دايره دابا في فوطه، بدلت ليه الفوطه الاولى، دابا دي الفوطه الثانيه، الفوطه ديال المطبخ. صافي نخليه حتى ينشف منه، ما خصش يبقى فيه كاع نهائي الماء. القزبور والمعدنوس هنايا، ها هو القزبور، ها هو المعدنوس، صافي حتى يبات حتى الغدا ان شاء الله، ونقصوا معكم ونوريكم عاوتاني الطريقه ديال الربيع كيفاش نحتفظوا به. والواحد يدبر راسه شويه بشويه، كل مره يدير حاجه باش يحتفظ شي شويه هكا، حتى على المصروف حتى على الوقت. الا كنتي ما مسالياش شي نهار باش تمشي للسوق وانت صايمه ولا شي حاجه، تلقاي داكشي عندك راه كاينه عندك في الدار. حتى الغدا نكمل معكم هذا. ها هو الربيع بعد ما نشف ولا بحال هكا، هكا تيولي ناشف، ما تيبقاش حس الماء كاينه فيه. تنديروه فوق شي فوطه راه كيف وريتكم، وتنبقاو مره ندوزو حداه وحنا تنقلبوه. واخا يبات عندكم كاع ماشي مشكل، يبات برا هكا فوق الفوطه حتى تينشف. حتى هذا القزبر شو كيولا ناشف، وهذا الربيع لا المعدنوس. المهم انا بديت نقصو، قطعتو، واي حاجه بغيتو تقطعوه قطعوه بها. انا قطعتو غير بهاد السكين، ندير لي انا بحال هكا وتندير هادي هاك. عندي دوك القطاعات الاخرين ولكن حاولت نقطع بحال هكا، تديروها هكا بحال هكا غير بشويه، لا تضربوا يديكم باش تجيكم تقطيعه رقيقه. ملي تيكون ناشف تيكون ساهل باش تقطعي. المهم انا راني غير وريتكم الطريقه كيف دايره، نديروها بالراس ديال النص اولا عاوتاني نديرو بحال هاد القضيه هكا. تنحطو هكا النص ونوليو نجبدو، ساهل. انت يكون ناشف دغيا تيتقصص بالزربه، تيتقصص مزيان.
اولا سنديرو عاوتاني هاد الطريقه هادي باش نعاودو سنضغطو علينا بالكف ديال يدينا على الموس وتنبقاو غادي هكا. كاين واحد الطريقه واحده اخرى، وكاينه هادي لهاد القطعه اللي تتكون دايره بحال هكذا، تديري بها عاوتاني لو شتيها غليظ ولا شحال قد هكا. المهم راه هو مقطع رقيق مزيان بلا ما يحتاج هادي. ودابا ولاو بزاف ديال القطاعات، المهم انا راه قطعته من قبل، ها هو عندي هنا، راه خلطت القزبر والمعدنوس اللي بغى كل قرعه يدير فيها قرعه ديال المعدنوس، قرعه ديال الكرافس، قرعه ديال القزبر يديرها، ما كان حتى شي مشكل. تناخذو بحال هاك، تنخبيو، تنكبو شويه ديال الزيت في القرعه، القرعه عقمتها شويه ديال الملحه، وتنديرو واحد الكميه بحال هاك هي الاولى، تنوليو نديرو هاك. تنخويو عليها الزيت من الفوق، غير شويه د الملحه، اللي بغى يدير زيت المعده يديرها، اللي بغى يدير زيت ديال فحال هكا ماشي مشكل. زيت الزيتون، شكرا دي ستنيا. من بيت ناخدو هاد القرعة تنديرو ليها هكذا، ضروري هادي باش ما تتخليش ناخذ الغلاقه ديالها. صافي، هذا هو عندكم، هذا تهزي ديري به، ديري به الحريره، ديري به الصبه، ديري به اي حاجه تبقى عندك، تديريه غير في الباب ديال الثلاجه، ما تيخسر ما شي حاجه، تبقى عندك مده طويله هو عندك. هذا الربيع طري هكا تيبقى زوين. هذا الاخر ديال الشرموله ديال الحوت، الا بغيتي ديري شي شرموله ديال شي شرموله ولا شي حاجه تيكون فحال هكا. خليا غادي ندير الصداع، ولكن نديرو له شويه ديال الزيت، والملحه، هذا تنديرو ليه الملحه شويه هاك، نرش ليه هادي باش ميديرش أنا راه عندي هاد المهرس نتاع البلاستيك، نتوما ديرو شي مهرس واحد آخر. هذا ديال هاد المهرس ديال البلاستيك ما تيصديش، ماشي بحال المهرس ديال المعدن ولا ديال هداتي، حاول غير تسحق مع
ناخذ واحد المعلقه وتنديروا عاوتاني هذا اللي فيه الثومه، وهذا تنديروا له بحال هكا. هذا خاص بالشرموله، اي حاجه، الفول مشرمل، سميتو الحوت، اي حاجه. هذا حتى لو بغيتو تزيدوا ليه العطريه نتاع الحوت ولا هذا زيدوها ليه، ماشي مشكل، واخا ديروا ليه كاع العطريه وتخليوها فيه. نديروا فيه حتى هو الزيت، كميه كثيره فيه ديال الزيت، وتبقى انا دابا غادي نكمل هذا ندقها وغادي نزيد. وتا هو في نفس المشكل، تندروا له هذا الورق سميتو هذا البلاستيك هذا، وتنسدوا عليهم ونديروهم غير في الباب ديال الثلاجه، ما تحتاجيش ديريهم في هادو. هما اللي كنت البارح درت معاكم في هذه القوالب، شفتوا كيفاش درت ليها، عرفت كيفاش، المهم درت لها هكا، عمرتهم هنايا وسديت عليهم في هادي، ودرتهم حتى جمدو. بعد ما جمدو حيدتهم من هنا من القالب، راهما هادو ساهلين باش تحيديهم، ديري لها هكا هكا. صافي شد العكس وبلا حيدتهم ساهلين. دابا حيك قدام الكاميرا ما بغاش يحيد. صافي دابا العكس ليه ما بغاش. المهم حاولوا معاهم شويه، حيت دابا انا سنزرب قبيلة سهل حيدتو. ها انت شفتي ساهل غير بحال هكا، حاجه كلها تتبغي الخطر، درتي لها الخطر تتحيد، شتي وراتي تحيد غير ساهل بالرمل شويه. المهم حتى نكملو باش ما نطولش في الفيديو. هكا بعد ما تنحيدوهم تنسطفوهم بحال هكا، ها هما يا هادو هما اللي قلت لك تا هما تديروهم الحوت، اي حاجه مشرمله مع فيهم. دوك العواد اللي كانوا عندنا اللي حيدنا طحناهم ودرت ليهم بحال هكا، تجمعوهم حتى هما فشي بلاستيكه. هادو عاوتاني هاد العواد اللي قاصحين بزاف، ما يمكنش الماكينه تتحكم فيهم، تنخليهم بحال هكا حتى هما، تنجمعهم تنديرهم في شي بلاستيكه وتنضرب غير في الثلاجه في التحت. هادو غيكونوا في الفريغو وهادو يكونوا غير في الثلاجه في التحت، لان فاش تنبغوا نطيبوا الطاجين تنستفوهم هما في التحت ديال الطاجين بحال هكا، وتنخليوهم تنستفو فوق منهم الخضره. بالنسبه لهادو ديال الكرافس تنقصوهم مزيان، تنقصوهم هكا مزيان ديال الكرافس وتنديروهم للشوربه، تنقصصهم انا بحال هكايا وتنديرهم للشوربه، تيجيو زوينين في الصوبه ولا فشي شوربه هكا تجي زوينه فيهم. تديرهم ليهم بحال هكا تيطحنوهم هيا والخضره، تيعطيو واحد المذاق زوين، بينا حتى شي حاجه ما تلاح في هذا الربيع. هذا هو الربيع اللي كاينه، تيبقاك بحال هكايا مده حتى 12 يوم تتكمليه، هو تيبقى لونه خضر هكايا زوين. نتمنى هاد الاقتراحات اللي درت معكم اليوم هي يعجبوكم، وغادي نكمل انا هاد الشيء عاد سميتو. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم. المهم هذا الربيع باش تتبغي تقصيه في الحريره تجي الريحه ديالته زوينه، احسن من تيكون في الفريغو تيكون كحل، تيكحل ما تيبقاش مزيان. هادو ما قلت لكم علاش ما يكحلوش، يعني هادو اللي العواد اللي طحنا ما غيكحلوش، حق قطرت فيهم الحامض ودرت لهم الزيت، ها هما تيبقاو هكا. اللي بغا هكا ديال الشرموله ولا شي حاجه يجبدهم ساهلين. هذا انا غادي دابا ندقو وغادي نكملو. هذا تيبقى عندك في باب الثلاجه، تيبقى مزيان هكا، يتهزي منه ديري الحريره مقطع عندك شي مره تكوني مزروبه ولا شي حاجه، الطاجين اي حاجه اللي بغيتيها تصايبيها
اي حاجه تيوقع عندك هكا، هذا تيبقى الريحه ديالته تتعاد تيزيان، تتولي فيه واحد الريحه زوينه. وهذا هو ديال الشرموله، يمكن لك ديريه كاع هذا الدقيق بالثومه والملحه والزيت، يبقى واخا ما تكونش عندك كاع في الثلاجه تيبقى مزيان. غير واحد الوصيه اللي غادي نوصيكم، لا لهذا ولا لهذا، فاش تبغيو تهزو به ما تكونش المعلقه اللي غادي تهزو بها ما تكونش فاسده نهائيا، المعلقه تكون ناشفه ما يكونش فيها الماء. والربيع باش تخبيوه فحال هكا ويبقى ما يخسر ما حتى شي حاجه، خاصو يكون ناشف ناشف بحال هذا، يكون ناشف مزيان ما بقاش فيه حس الماء، ينشف مزيان. ها هو دابا شوف هو مقطع حنايا، شوفوا كيف داير، ها شفتوا كيف داير، تيهبط كله مفركت، ما تيبقاش مجمع ولا شي حاجه. نتمنى نكون فدتكم، وحتى شي حاجه ما تلوحوها في الربيع وخبيوهم. دابا انا هادشي كلشي غادي نقادو، كل واحد نستعملو. دابا هذا غادي نخرجو وندير ليه بحال هكا، وهادو غنديرهم في الميكرو ونخبيهم في الثلاجه تنبغيه. هذا غير في الثلاجه في التحت، فين ما تنبغي ندير هاد العويدات تنفرشهم للطاجين، وتروح تحط منهم الخضره، منهم تيطلقوا ماذا، منهم تيهزوا على الخضره ما تتحرقش. وحتى المره واحده اخرى ثاني نوريكم الطاجين كيفاش باش ما كيفاش ديروا له ما يتحرق كاع. السلام عليكم، حتى الفيديو واحد اخر جديد ان شاء الله.